في الآية رقم 16 الصفحة اليمنى سورة قاف السطر 4 الصفحة 520 ربي هضرت في الموت. إلى وجاءت سكرة الموت بالحق. الله أكبر يا أخي، ضرب الموت تسعة سكرات. أتصيك حضر ديون يون بيت متساف ونون سعر الكوراج وريزمير هذه حضر أتوعظي ونزداتك أدي تفغ الروحيس ماشي ديني سهلا سكرات الموت وعرض إلا ثنتي ضربي ذي الآية قومي السلام. وجاءت سكرة الموت بالحق، أهدنا بالحق أخطر ولاش نكس الشك لشغل دوني ثمرة إلا نكس الشك أما كان قارن قد وقد أسيضيون يزمر ذي سافر يزمر خاطي قد يسافر قد لا يسافر يزمر يخدم فلاح يزمر يخدم فلاح يزمر أذي اللاز يزمر أذي روو يزمر أذي حاس يزمر حسارة يزمر هالقرى يزمر أذي نيني يزمر أذي مث يزمر تمتثارة ونزمر أرى ولاش لي بروبابيليتي ولاش بلا شك يقند كان من مني الشيخ محمد الذي يرضى ربي في الفلاس إن يسولش تصبحي ثور نسعي ثام الديف يعني وين تصبح حيثيس يسعى 10 سنين 20 سنة 30 سنة أم بعد هذه يوضى هذه غلية طيجيس ولا تسعى 70 هذه يوضى 80 وهذه يمث خطر وين يسعى 80 سنة وقبل 60 سنة يسعى 20 سنة وين يسعى 20 سنة أم بعد 60 سنة يوضى 80 سنة صافي النتيجة ذي وث ذا فريدي عمر أيغر دين ربي في صورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولا شوير ولا الموت أمذياز ثلاثي عفو ربي الحاج رمضان غسما دنقرتي كوليس فرايس كان دسمكتي الموت جد أولي الآن أهد الفرس الدعوة الخير الحاج رمضان المحفوف الله يرحمه إن يصرت في النبي الطاهر نتسام ذفاف الشفاعة فقصت نلموث زيغ ثوار أشحال فردان الساعة إقفغو يغزف العمر لا لا لابد دول الساعة يعني ولا شريك الشك ذوالي سلاياس يترجمي في تستقبيلي باش تفهمني يكون يمذانا فساد الموث الحرف الباء فساد الهلك للسبة ورس زمير من الطبة أرسل بابن القبة مش أفعل الشيني غزف وسفرو فساد المثس الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثا الروح يسعد المرثا لد تسن الوراثة كل يونكن يتمني وفي طيصف طوموبيل وغف تركتور وغف حانوت وغف بحيرث وغف الكونت لي كونت سرتم أكثرا ثيطيس كل يونن ده روح ثيطيس كل معنى بوال في ساد المس الحرف الذال السيس موري الليل بذال في الهازي غلا السعذال الفقير كذ الغالي في ساد المس الحرف السين أضرح صخة من الحصين نكي وكذ الفعلي وذي سين إموث حسن ذي الحسين أنكرني ذي النكونين في ساد المس الحرف الحا ننس زيك اسمك صحا ذي بيت الله قلحا إن شاء الله دنوفا ويمحى الصلاة على العدناني فساد المس الحرف الجيم المؤمنين يتسحوي جيم غرث القرآن فيها الجيم سيثمس إن شاء الله هاتسن الجيم أتمنع مسي الحزاني فساد المس الحرف الضاء لحباب خذ من الفريضة الفريضة ربنا في سورة النساء الآية 12 أشو ديننا فريضة من الله من مدينة الآية أسمي ديننا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
تساد المس الحرف الضا لحباب خذ من الفريضة نانا سيليس يفضى إلى قصفر القضاء ومدونث ذي الفاني أثلس يعفو ربي يعفو يون أكن مثلا.